الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنخطف إن شاء الله لأمر مهم جدا. قد فوجئت هذا الصباح عند الخطف بجن صعب جدا، وهو مكلف بل هي لأنها أنثى بإضلال المسلمين، إبعادهم عن الدين ومنعهم من الصلاة وإبقائهم في المعاصي. لم تأتي بالسحر، بل هي تابعة لشيء آخر. وكنا مشغولين في الخطف فما تمكنا أن نتمم الأمر إلى آخره، فقلت لها عندنا لقاء ثاني إن شاء الله. وكذلك هذه الأيام التقينا بأخت كانت تعمل في الدعوة وتزوجت، فبعد مدة من زواجها وجدتها، يعني قابلتها وفي أصابعها في أصابعها أظافر مصنوعة. ومع الأسف هذه من الزينة التي تعمل في الزواج وفي غير الزواج، ولكنه يمنع الوضوء، إنه يمنع وصول الماء إلى الجسم. فكيف يعني، لا حول ولا قوة إلا بالله، بعد سنوات من الدعوة وتطلب من الله أن يعطيها الزوج، فلما تحصلت على الزواج لا نقول تركت الصلاة، ولكن صارت بهذه الأظافر وضوءها باطل، وضوءها باطل، يعني شيء مؤسف جدا. وكذلك أخا يعني كان يتعالج ويجتهد في القرآن ويطلب كذا، ثم وجدناه ترك الصلاة، قال من شدة التعب، ولكنه يشتغل، يذهب إلى إدارته ويقوم بوظيفته، فهل جاء التعب إلا في الصلاة؟ ولكنه غلب ويعني ضعفت عزيمته. وكذلك أخت أخرى كانت مجتهدة في الدعوة فأصابها بلاء والعياذ بالله فتركت الصلاة. وهذه الأمور يعني كلها محزنة، وحتى شعرت يعني شعرت الخاطفة وكأن شيئا عاما يمنع الناس من اتباع الدين، فسنخطف لهذا والله تعالى المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. من أنتم؟ جن إيش؟ جن الشهوات. يعني أنتم يعني ماذا تفعلون؟ فتحرضهم على الشهوات. فلما يرى الشهوات في المنام، وإذا قام بالشهوة في المنام مثل الزنا أو شرب الخمر،
هل يؤثر هذا فيه؟ كيف يؤثر؟ فينقص إيمانه وتزداد رغبته في الدنيا. ومن كلفكم بهذا العمل؟ طيب، أما أنتم فمن إبليس، وهذا العمل من إبليس قديم أو فيه يعني شيء جديد؟ قديم يعني إبليس لكن تطور. تطور يعني منذ نزل آدم على الأرض، وإبليس هذا جهده على البشرية، ومتى تطور الآن؟ ولماذا زادت يعني الكثرة؟ أنتم تتكاثرون، ولماذا زادت قدرتكم على السيطرة على المسلمين؟ لأنهم أصبحوا أضعف، لأن المسلمين يعني يتكاسلون عن الدين. طيب، لنواصل إحضار جميع، أنتم الآن مسلمون، كيف رأيكم في الإسلام؟ ماذا فهمتم الآن؟ طيب، سنحاول، سنواصل في إحضار زملائكم الذين يشتغلون مع إبليس ومع كل الفرق الأخرى. فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فطوف عليها طائف من ربك. من أنت؟ من أنت؟ ولماذا تسأل؟ حتى أعرف من أنت؟ هل تشتغل لإبليس أو لفرقة من البشر؟ أشتغل لنفسي. لنفسك؟ نعم. وماذا تشتغل لنفسك؟ هل تشتغل في إبعاد المسلمين عن الإسلام؟ لا. إذن ماذا هو؟ أنا جن. نعم، أنت جن. وأتباعه يأتيني السحرة. كيف؟ يأتيني السحرة. يأتيك السحرة؟ نعم. ثم؟ مثلاً يريدون السحر لهذا الشخص لكي يبتعد عن الصلاة ويكون سحر جهوات وهكذا. أنت تعمل للسحرة سحر الشهوات، لما يسحرون حتى مثلا الإنسان يريد يزنى بامرأة فيسحر لها لتزنى به، أو يريد يفسد أطفال إنسان حتى يفسدوا، فهذا أنت اختصاصك في سحر الشهوات. أيوة فهمت. وتعمل لكم من ساحر؟ لأي ساحر؟ نعم. أنت في تونس أو في عدة أماكن؟ لا، أنا هنا.
هنا في تونس. نعم. وفي أمثالك غيرك في تونس أو فقط أنت مختص بهذا السحر؟ لا هناك. طيب طيب طيب. وإذا هل تعمل لإبليس أو تعمل وحدك؟ أعمل وحدي، لكني يعني أخذت هذا العلم من إبليس. من إبليس مباشرة؟ نعم. أو من بعض أتباعه وممثليه؟ لا يعني أخذت هذا من علم إبليس فهو يعلم كثيرا. من علم إبليس. نعم. طيب. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما شركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. جنيات؟ نعم أحتاج جنيات وجن ذكور كذلك. بارك الله فيك. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أنت مشغول؟ نعم ولكن عندي هدية لك. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا ليس الآن؟ لا عندي هدايا الآن. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله هل تقبل الإسلام؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تقبل؟ إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الدين عندنا نحن هو دين الإسلام وما هو ألا ترى هل ترى ما أقول لهذا سألت كيف قال عندنا نحن المسلمين. طيب
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى أهلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى أهلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام على ما بك؟ ماذا بك؟ نحن نخشى هذا الرجل. تخشون النبي صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير برات من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. الله نور السماوات والأرض، 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 الله نور السماوات والأرض. كيف أنت الآن؟ الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.